بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم عارفين ان البيم ان انا بعمل نموذج ثلاثي الابعاد، ببدا اطبق فيه كل المعلومات وكل الحاجات اللي انا عاوزها عشان اتخذ القرار والحاجات دي كلها عارفينها، فمش هنقولها خالص. خلينا ندخل في المهم، ايه هي استخدامات البيم؟ اول حاجه لازم يبقى عندي موديل ثلاثي الابعاد محلول في الكليشيت، تمام؟ ده مبيبقاش انا وصلت لقمه البيم، لا ده انا كده هبدا اطبق البيم. ده الاساس بتاعي في اي حاجه نتكلمها، لازم يكون عندي موديل ثلاثي الابعاد ما فيهوش كليشيت تم عمل الكوردينيشن فيه. بعد كده نبدا نشوف اول حاجه، بعد كده نقدر نعمل السيموليشن، سواء مثلا بتاع الرياح، سواء الشمس، سواء الانشائي، اي حاجه انت عايز تعملها سيموليشن معاك الموديل هتدخله على البرنامج. مش هيطلب منك اي معلومات، الاول كان بيبقى عندك الموديل الاوتوكاد بتيجي تدخله على البرنامج تضطر تعيده تاني، لا الموضوع ده خلص منه خالص، تمام. اقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر اعمل بيلدينج سيستم اناليز، اقدر اعمل تقدير تام للتكلفة، أقدر أدير التكلفة، أقدر أعمل فابريكيشن، يعني لو عندي ضغطات أبدأ أقسمها أبعثها للمصنع جاهزة إنها تتعمل، أبدأ أي لوحة أنا عايزها تستلم مني في أي وقت أقدر أعملها، أقدر أعمل أدير الموديل، أقدر أعمل لايت أنالايز، أعمل تحليل إنارة هيبقى كافية ولا مش كافية، ولا أزود ولا والحاجات ديت، أقدر أوفر تكلفة في أثناء التشغيل عن طريق إن أنا بستغل الطاقة الطبيعية وأبدأ أجرب المبنى وأشوفه هيوفر ولا لأ. كل الكلام ده على الكمبيوتر، مش بعد ما أبني المبنى أقدر أجرب الحاجات ديت. السستينابيلتي، جرين بيلدينج، كل الحاجات دي بتطبق فيها، تمام. طيب المالك نفسه هو اللي بيحدد إيه اللي هو عايزه، تمام. يعني أنا بقعد معاه وأفهمه القصة وهيوفر لك ومش هيوفر لك، ممكن يقول لك لأ كده كده المبنى أنا هبيعه وأديه لحد تاني، فمش عايز اوفر تكلفه الاوبريشن، فبحاول اقول له ده انت لما تعمله كويس هخليك تبيعه بسعر عالي. هو بيقول يعني بشرح له القصه هو اللي ليه اتخذ القرار. ممكن واحد عايز بس ايه اسيست مانجمنت، تمام. فاساسي في اي حد هيجي لك يكون لازم 3 دي ديزاين كوردينيشن، ده مش اختياري ده اجباري، تمام. بس بعد كده ممكن اقول له مثلا ايه البيلدينج سيستم اناليز انت عايزه ولا لا، الديجيتال فابريكيشن يقول لا مثلا مش عايزه، الانرجي اناليز هو زي ما هو عايز. لو واحد مهتم بالسستينابيلتي يقول لك لا انا محتاجه، ده انا لازم بالنسبه لي كراجل بتاع السستينابيلتي كوست استيميتنج لازم، على اساس ان انا احاول اوفر التكلفه على قد ما اقدر. محتاج الانرجي اناليز، محتاج اللايتنج اناليز، محتاج السايت اناليز، الاستراكشر اناليز، السستينابيلتي ايفوليشن، كل الحاجات دي انا محتاجها ك sustainability، تمام. ممكن واحد تاني مهتم بالاهم حاجه بالنسبه له، مش مهتم غير بالوقت والتكلفه، عايز اهم حاجه يخلص بسرعه، تمام. فده محتاج ان انا اعمل له الديزاين الديجيتال فابريكيشن عشان يخلص معاه، الداتا كلاسيفيكيشن، ان انا اعمل له البلاننج، ان انا اظبط له الفور دي بحيث يبقى شايف المبنى هيخلص امتى وبيتعمل امتى. برضه لازم ياخد الاستراكشن اناليز معاه على اساس ان هو يوفر معاه في الوقت، يبقى عنده خلاص تحليل الانشاء موجود في قلب الموديل بدل ما المبنى يقع، تمام. يعني في حاجات اساسيه وفي حاجات مش مهمه، تمام، او مش مهمه بالنسبه له، هو مركز على حاجه معينه. يعني ممكن واحد يقول لك ايه انا مش فارق معايا فلوس خالص، خش اي حاجه، المهم ان انا الاهم حاجه بالنسبه لي الوقت، او انا بالراجل عايز اخد الليد، فبالنسبه لي السستينابيلتي هو اللي انا مركز عليه، تمام. فدي حاجه مهمه جدا ان انا ابقى عارف الملك عايز ايه، وبقى في اجتماعات مع الملك وبحدد انت طب انت طالب مني ايه بالظبط، طب هل النقطه دي مهمه بالنسبه لك ولا لا، لان في الاخر هو صاحب المشروع، هو الملك، فهو اللي غايب على المشروع وهو اللي مهتم بيه وهو اللي فاهم. بس ايه بتدي له التوجيهات، بتقول له مثلا دي تحتاجها، دي مثلا مش تحتاجها، وجهة نظرك كذا، بس في الاخر القرار الاخير ليه لان هو صاحب المبنى، تمام. طيب انا ممكن الحاجات دي مثلا ايه اللي انا ممكن ابعته لك في اول مرحله اثناء التصميم، وايه اللي انا ممكن ادوه لك اثناء التشغيل، بنبدا نحدد كل ستيج هتاخد ايه، تمام. يعني تحليل المبنى طبعا، تحليل الموقع ده طبعا اول خطوه قبل ما نبدا خالص، هقول لك خد السايت اناليز ده في اول حاجه في البريبيرنج قبل بنجهز للمشروع، هدي لك السايت اناليز، تمام، وهدي لك مثلا الكوانتيتي اوف التكلفه المبدئيه للمشروع هتبقى قد ايه، تمام.
بعد كده في المرحلة التانية اللي هي الكونسبت ديزاين، بنبدأ نحط الكونسبت ديزاين. هقول لك مثلا على خد اللايت انالايز مثلا، خد ال 3 دي كوردينيشن خلصان، خد البلاننج اند بيلدينج ريليجن فالديشن ديزاين بروسيسز. خلاص بدأنا في الشغل الحقيقي. المرحلة اللي بعد كده التكنيكال، هديك بعض الحاجات حسب ما نتفق، حسب ما احنا بنظبط المشروع، تمام؟ بحيث ان انا مثلا كل مرحله ببدا اديله في الاخر خالص بديله الاسبلت، تمام؟ ببقى متفق معاه مثلا هل الاسبلت ده هعمله عن طريق ان انا هعدل في الموديل، ولا هجيب 3 دي سكانر تلف في المكان وتروح عامله لي موديل 3 دي، وبعد كده اقارنه بالموديل وابدا اشوف ايه الاختلافات. فكل الحاجات دي لازم تبقى متحدده من الاول، تمام؟ عن طريق ان انا بقعد اجتماعات مع المالك وابدا اشوف هو بيفكر في ايه. طب انت عايز مني في كل مرحله ابعت لك ايه؟ هل ابعت لك لوح الاوتوكاد بعد ما صدرها من ريفت، ولا انت عايز موديل للريفت مع الاوتوكاد، ولا عايز الدي اكس اف، ولا محتاج البي دي اف، ولا محتاج 3 دي ماكس، ولا انت محتاج ايه الملفات اللي انت محتاجها؟ عايزها اي اف سي؟ انت عندك الناس اللي عندك شغالين ايه مثلا، تمام؟ المالك والمقاول والاستشاري، ايه الامتيازات اللي تبقى بينهم؟ لان ممكن الكلام حلو في الاول، بس لما بنيجي نشتغل يقول لك الراجل يقول لك لا انا مش هبعت الريفت، انا هبعت الاوتوكاد بس واحتفظ بالريفت بعد كده، لو هو عايز ياخده ده مبلغ تاني، تمام؟ فلازم كل حاجه تبقى واضحه في العقد، مفيش حاجه اسمها انا متوقع او انا كنت فاكر او كده، لا، بما متفقين انا شغال متفق معاك ان الملف الريفت دوت من حق الملك بالاخر، لان هو شغال عليه اوبريشن، تمام؟ ممكن لو احنا محددين اكتشف ان هتوفر عليه وقت كتير في الشغل، اللي هو قال لي مثلا بص انا مش عايز الفور دي خالص، فده وفر عليا مهمه. انا كل اللي انا عايزه في المشروع كله ماليش دعوه هتعمل ايه، انا في الاخر كل اللي انا عايزه منك جدول اكسل بالتكلفه، انا اهم حاجه عندي التكلفه، هتوفر معايا كتير قوي لو انا عارف التكلفه قد ايه، تمام؟ فخلاص يبقى هو الراجل محدد ان هو مش عايز كذا ومش عايز كذا ومش عايز كذا، عايزك بس الموديل تبنيه 3 دي وتدي له التكلفه قد ايه، تمام؟ فلو احنا عاملين اجتماعات صح وعارفين هو عايز ايه بالظبط، ده هيوفر معانا كتير قوي. هو الراجل مهتم بايه؟ الراجل من حقه، الراجل من حقه يقول لك انا مش مهتم بالسستينابيلتي، مش تجبره، هو اللي دافع فلوس وخلاص عايز يوفر، تمام؟ طيب ايه البرامج اللي هنشتغل عليها والليمتد اللي احنا هنشتغل عليها؟ بفرض مثلا ان احنا قلنا هنشتغل الانشائي بتكله، والريفت مثلا اشتغل بالريفت ام اي بي مثلا، والمعماري قلنا اركيكاد، مفيش مشكله خالص، بس محددين كل البرامج اللي احنا هنشتغل عليها، متحددين التسليمات هتبقى امتى وازاي. مثلا هنقول ان كل في فولدر مشترك بين المالك والاستشاري والمقاولات، وكل الملفات هنشتغل اي اف سي، لان احنا عندنا برامج مختلفه، تمام؟ فخلاص هنبدل مع بعض كلنا، سواء المعماري، سواء الام اي بي، سواء الاستراكشر، بروجكت مانجمنت، الفاسيلتي مانجمنت، البيلدر، المالك، كله هيبدل باي امتداد زي ما اتفقوا مع بعض. انا برشح الاي اف سي، انت عندك اي حاجه تانية شغل بيها، ما مش قانون، تمام؟ بعد كده نبدا نحدد ايه اللي احنا نبدا بيه. اول حاجه بنبدا بيها، اول حاجه قبل الكلام اللي انا قلته ده كله، المتطلبات المالك اللي هي Employer Information Requirement EIR، ده لازم هو كل الناس تقعد معاه، انت عايز ايه؟ انا عايز كذا. طيب ونبدا نحط الخطه، هنسلم ازاي كل مرحله، هنسلم ازاي، عندنا مراحل مثلا 7 مراحل، كل مرحله هنديك كذا كذا كذا، بحيث ان انت في الاخر توصل للي انت عايزه. ولازم كل الكلام يبقى واضح، مفيش حاجه اسمها كلام عام او احنا متعودين او حاجه زي كده، تمام؟ ده اللي لازم نعمله على اساس الاول شرط اخر نور. هتسلم لي ال او دي كام؟ والله انا هسلمك على مراحل، اول مرحله مثلا ال او دي 100، ال او دي 200 300 400، لما يتعمل اثبت ال او دي 500 سلمه لك. يبقى متفقين وعارفين تعريف كل واحد فيهم ايه، ومعروفين هنشتغل بقى كود والمرجع بتاعنا ايه، بحيث زي ما احنا بنقول كده بالعربي الاول شرط اخر نور، تمام؟ طيب الحاجات دي هتبقى متاحه للمقاول من الباطن ولا لا؟ يعني لو انت جبت حد من بره هو يعمل الحاجات الخاصه بيه ولا لا؟ هيبقى في تعاون ازاي؟ تمام؟ انا بفضل صراحه ان يبقى تعاون بين كل الحاجات، احنا النظام بتاعنا ان احنا كلنا نتعاون عشان نعمل بيم مظبوط،
نوصل في الاخر خالص، فلازم يبقى ده معروف، لان بتيجي في الاخر بتلاقي واحد يقول لك لا مش هطلع وبتاع. يعني مثلا لو احنا عندنا مقاول من الباطن بيعمل الانتريور ديزاين مثلا، لازم يديني الشغل ده كمعماري اخده منه احطه في قلب المكان واظبطه، تمام؟ فلو هو ما ادهوليش يبقى انا هعيد الشغل تاني ولا هعمل ايه؟ ففي اتفاق كده ان في فولدر متحطوط فيه كل الحاجات، بس لازم يبقى مخصوص في العقد على اساس ان ما حدش يجي في النص يقول لك انا مش فاكر وفاكر والحاجات دي كلها. فلازم يبقى معروف ان كل حاجه، ملفات الريفت نفسها او ملفات البيم نفسها وملفات الكاد وملفات PDF كلها موجوده على السيرفر، اي حد يقدر يوصل لها ونقدر كلنا نتعامل مع بعض، عشان الهدف في الاخير ان احنا نطلع مشروع مظبوط ما فيهوش اي مشاكل خالص، تمام؟ ده يعني بس نبذه بسيطه عن اهميه استخدامات البيم وكل ملخص الكلام. ما تسيبش حاجة عايمة، كل حاجة تكتبها في العقد في المحضر. لازم المالك تبقى فاهم كل اللي هو عايزه وتبقى تناقش معاه، لو في أي كلمة مش واضحة تقول له يعني تقصد كذا، طب أنت عايزه كذا، طب هوريه لك. المالك مش مقصود بيها صاحب الفلوس أو الملياردير، الملياردير ده بيبقى معاه ناس متخصصة مهندسين فاهمين، المفروض هم دول اللي بيقعدوا معاك ويقول لك والله هو راجل عايز كذا كذا واحنا فاهمينه عايز ايه، فتبدأ تطبق الحاجات ديت. ولا لقاء آخر إن شاء الله.